الستينات كي درت لاباس عليكم على خير. كل ساعه كنجي كنبغي نصور معكم وما كان نتوفقش لان تبارك الله ما شاء الله الناس غاديين ماجيين. المهم هنا كنحضر واحد المفاجاه للمهلله منى وسيدي هشام ما شاء الله عليهم، هما اللي شرفوا على هذا المعرض. وتبارك الله كنقول تحيه لهشام ولدي، اول مره كينظم وكيكون احسن تنظيم ما شاء الله عليه، الله يوفقه. وكنقول لمنى بنتي ان شاء الله مزيدا من التألق بإذن الله، الله يكمل بالخير. سمحوا لي كاين صداع، المهم غادي نحاول ما امكن اني نهضر ولا ما هضرش، الصوره كتعبر على كل شيء. الزينات ديالي خصو يحبس الموسيقى. الوغ الزينات ديالي حنا جينا لنهاية المعرض، كنتمنى انه يكون عجبكم بإذن الله. وهنايا غادي نتقاسم معكم الاحتفال او المفاجأة اللي حضرناها لهشام ومنى على التعب ديالهم معنا طيلة المعرض، الله يجزيهم بخير. ما عندي ما نسالهم، وكانت تجربة جد ناجحة ولو لأول مرة. وغادي نتقاسم لكم هادشي تبارك الله من إعداد أمل عبايات الخليج. ان شاء الله يا رب نبقاو ديما مجموعين، تكون فاتحه خير علينا وعليكم وعلى ان شاء الله. ان شاء الله هشام التاويل ومنى التاويل ما شاء الله تبارك الله، دخلنا فرحانين وخارجين فرحانين ولكن الحمد لله الله يديمهم علينا فرحه يا ربي يديمهم علينا
جماعه زينه لما زينه باذن الله يا ربي. لا مشاكل لا حتى شي حاجه يا ربي. وانا كنتمنى لهاد السيده حب كبير وكنشكرها من قلب قلبي، وغنوريكم تبارك الله هي اللي تكلفات. صيبغي كل شيء ساهم، ولكن هي اللي تكلفات ما شاء الله عليها. الفكره ديالها من الضفه كنحيوها ما شاء الله عليها. تبارك الله، ما تجي جد متواضع تبارك الله. المهم غير باش نعبروا لهم على الحب ديالنا والتشجيعات ديالنا لهذه الناس الغزالين. شكرا لكم عزيزه. كتصوري؟ وي ان شاء الله. عندك ما تقول على العزيزه كي داز المريض؟ انا عارفه الخدام كون تبارك الله. ربي يخليك حبيبتي، ما شاء الله ما شاء الله جد ناجح ان شاء الله. لاله منى وزيشه منسومه ان شاء الله. ربي يخليك يا لاله ان شاء الله عليكم كامل. الله يطول عمرك، ربي يخليك غزاله. اللهم امين يا ربي. بدايه موفقه باذن الله، وانطلاقه موفقه ان شاء الله. ان شاء الله من احسن الى احسن يا رب يا رب يا رب. شكرا. الله يعاونك يا بنتي، الله يعاونك.